السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيمت اليوم الثلاثاء 25 يناير مباراتين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. في المباراة الأولى منتخب السنغال يفوز على منتخب الرأس الأخضر 2-0 في مباراة جيدة المستوى، ويصعد منتخب السنغال إلى دور الـ8 وينتظر الفائز من مباراة منتخب مالي وغينيا الاستوائية. وفي المباراة الثانية منتخب المغرب يفوز على منتخب ملاوي 2-1 في مباراة صعبة وقوية حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ويتأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ8 في انتظار الفائز من مباراة منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.